باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وأنتم طيبين. الصيام خلاص بينتهي، وصلنا النهاردة المحطة 43 من محطات رحلة الحب. النهاردة حلقة جميلة في منتهى الجمال بعنوان الله أحبني فبررني. الله أحبني فبررني، يعني ربنا يبرر الإنسان، يعني الإنسان الفاجر يظهر أمام الله إنه بار. وربنا نفسه قال على لسان سليمان الحكيم إني مبرئ المذنب ومذنب البريء، كلاهما إيه؟ مكرها للرب. فربنا اللي يشوف إن اللي يبرر المذنب مكرها للرب هو يبرر إنسان خاطئ، يعني بر الله. هاخد معاكم من الايات اللي وردت علينا النهارده في الايات اللي وردت علينا في القرايات بتاعه النهارده، ازاي ربنا عايز يخلينا نركز على موضوع البر المسيح ده. وبعد كده هناخد اربع نقط، بعد كده يعني في دقيقتين الانجيل. سفر أمثال سليمان النبوة الأولى بيقول إيه؟ كنوز الشر لا تنفع أما البر فينجي من الموت. كنوز الشر لا تنفع أما البر فينجي من الموت. الآية الجميلة في النبوة الثانية من سفر أشعياء إصحاح 48 بيقول إيه؟ هكذا يقول الرب فديك قدوس إسرائيل، أنا الرب إلهك معلمك لتنتفع وأمشيك في طريق تسلك فيه، ليتك أصغيت لوصاياي. أدي كلنا حافظينها، ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. ليتك أصغيت لوصاياي فكان، لو أنت بس تسمع كلامي وتمشي بوصاياي عمرك ما تبقى متنكد ولا حزين ولا محتار ولا مذلول ولا حاسس انك مظلوم ولا حاسس انك انت يعني راسك مطاطي ولا اي حاجه، مهما كنت محروم ومهما كنت مريض ومهما كنت متهم. ليتك اصغيت الى وصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. انا دايما حافظ النص الاولاني، اول مره اخد بالي النهارده من برك كلجج البحر دي. اللي يصغي لوصايا الله يبقى بره زي لجج البحر. انتوا متخيلين يعني لجج البحر؟ انتوا متخيلين يعني ايه كم متر ميه من البحر لما حصل التسونامي يغرق قرى ومدن؟ كم متر بس؟ امال البحر ده لو اتفلت؟ شوف قوة البحر وعمقه وعنفوانه ولججه. البر بتاع الانسان ده بر الآسف، مش بر الانسان، بر الله اللي ربنا يديه للانسان كلجج البحر. تشبيه جميل. ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. النبوة الثالثة من سفر أيوب إصحاح 38. كل النبوات في الأيام اللي فاتت يا إما أيوب اللي بيتكلم يا إما أصحابه يا إما أليهو صاحب الرب. النهاردة أول مرة يورينا ربنا اللي بيتكلم. ففي إصحاح 38 يقف ربنا قدام أيوب، إصحاح طويل عريض، يقول له ما معناه يعني انت يا ايوب يا اللي بتشتكي، يا اللي عاملني ظالم، يا اللي حاسس ان انت بتفهم اكتر مني ومعترض على احكامي، يا اللي بتكلمني كده وكأنك انت ضابط الكل، تعالى وريني ونقف نتكلم راجل لراجل. ربنا يقول له كده، اشدد الان حقويك كرجل فاني اسالك فتعلمني. ده من اتضاع ربنا يعني، يقول له انا هتنازل واكلمك كده راجل لراجل. قول لي ايوب كنت فين لما انا عملت الارض؟ كنت فين لما انا اسست الارض دي بدون اعمده؟ وقعد يساله بقى على كل حاجه ربنا عملها. الانسان عمره ما يعرف ويفهم هي معموله ازاي. ف ده عايز يقول ايه؟ يعني ليه النبوة دي محطوطة؟ وبمناسبة البحر ولجج البحر يتكلم برضه على موضوع البحر ده. يقول كده، من حجز البحر بمصاريع حين اندفق فخرج من الرحم؟
الأرض دي كانت يابسة، مرة واحدة ربنا راح إيه خلق المية دي عليها، واندفق البحر ده كأنه طالع من الرحم، وراح حط مصاريع يعني أبواب كده حدود عشان البحر إيه ما يتحدهاش ما يتعدهاش. يقول: وجزمت عليه حدي، وأقمت له مغاليق ومصاريع، وقلت: إلى هنا تأتي ولا تتعدى، وهنا تضخم كبرياء لججك. شوفوا يعني لما تشوفوا الطقس بتاع الجو، يقول لك يعني حاجة تضحكني، الجو معتدل وارتفاع مياه وارتفاع الأمواج في البحر الأحمر، البحر المتوسط، من 4 إلى 5 أمتار. ده الإيه؟ ده لما يبقى الجو رايق. ارتفاع الموجة كام؟ 5 متر. 5 متر دي يعني من الأرض لغاية الصليب. ده لما يبقى كده يعني الدنيا رايقة في البحر، وكل العنفوان ده تقف كده على شط اسكندرية وعلى شط البحر الأحمر، تلاقي إيه؟ ولا كأن في أي حاجة. هنا تضخم كبرياء لججك. يعني الموضوع مش تأمل عن البحر بس، أنا عايز أقول لكم قوة الله وإن هو ضابط للكل. والإنسان الدون أو الدود زي ما قال داود النبي، أو الرمة زي ما قال داود النبي برضه، يقف قدام ربنا ويقول له: أنا عملت، أنا بدي عشوري، أنا بصلي، أنت ليه بتعمل معايا كده؟ أنت ليه مركز معايا؟ أنت ليه تاخد مني فلان؟ أنت ليه ما نجحتنيش؟ أنت ليه مش واقف جنبي؟ أنت ليه سايبني؟ وكأن إيه؟ هو الإنسان ده هو اللي خالق، وربنا ده إيه؟ لعبة في إيد الإنسان. وربنا يتواضع ويسمع ويسكت، مع إنه إيه؟ بنفخة من فمه يبيد الإنسان من أصله، لكن عارف ضعف البشر ويشفق على البشر، بل ويبرر البشر. فنشوف يعني ايه بر الله اللي النهاردة من حبه بيديه للإنسان. شوف المثل في إنجيل باكر بتاع الغني والعازر. طبعا احنا عارفين القصة دي، ومات الغني ودفن، ومات العازر وحملته الملائكة على حضن إبراهيم. فبعد شوية من العذاب ربنا فتح عين الغني على المكان بتاع العازر، فشافه قاعد في حضن إبراهيم بيتنعم، ونهر المياه الجارية بقى إيه في أورشليم السمائية حواليه، وهو إيه هيموت من شدة اللهيب. فراح قال له إيه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم. خدوا بالكم من كلمة يا أبي دي، يا أبي إبراهيم ارحمني، وارسل العازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم إيه؟ مش يا غني ولا يا فلان، يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك، وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب. أنا عايز أطلع من القصة دي بحاجتين عن البر. أول حاجة إن مش كل أبناء إبراهيم هيخشوا السماء. دي البدعة اللي بعض المسيحيين بيدعوها، إن مفيش مؤمن هيهلك. لا، ده في أبناء لإبراهيم إيه؟ هيخشوا النار. وبدليل إيه؟ إن يوحنا المعمدان وهو بيدعو للتوبة قال لهم: لا تفتخروا بأن إيه؟ إبراهيم أبا لكم، أن الله قادر أن يصنع من الحجارة أولادا لإبراهيم. بلاش الفشخرة الكذابة دي. فمش كل المسيحيين هيخشوا السماء. مش كل المتعمدين هيخشوا السماء. مش كل اللي بيتناولوا هيخشوا السماء. لو هم عملوا الحاجات دي، المعمودية والخدمة والتناول، عشان يقولوا احنا كويسين، احنا شاطرين، احنا احسن من غيرنا، هيستوفوا خيراتهم على الارض. زي مين؟ زي العازر، اسف، زي الغني. يجوا في السماء يقول لك: خلاص انت اعتمدت على برك، مش انت كنت عامل نفسك شاطر، جبت اخرك معايا في الارض. الحياه الابديه مش كده حبيبي، الحياه الابديه معتمده على بري، بري انا مش برك انت. يجي بقى في رساله روميا، في البولس اللي اتقرا علينا النهارده، بيتكلم كده عن الطعام.
ويروح يقول آية جميلة، يقول لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو إيه؟ مين شاطر يقول الآية؟ ليس ملكوت الله أكلا وشربا بل هو إيه؟ لا لا، يعني الآية حد يكملها، بل هو نقط ونقط ونقط. مين يخمن؟ دي آية معزية جدا، لأن ملكوت الله ليس أكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح. ملكوت الله إيه؟ إيه الحالة؟ عبارة عن إيه ملكوت الله ده؟ حالة من كمال البر وكمال السلام وكمال الفرح. فملكوت الله هو إعلان بر المسيح، البر في أقصى أو في كمال استعلانه لأولاده. ملكوت الله بر وسلام وفرح. الكاثوليكون كالعادة بيورينا الصورة السلبية للناس اللي مش عايزة تعمل الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها في كل يوم من القرايات. فرسالة معلمنا القديس يعقوب بيقول كده: إن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب اللي هو تحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون. إيه اللي يوصلك لحالة البر؟ المحبة. يعني ممكن تتحارب بضعف الإيمان، ممكن تتحارب بالفتور، كل ده ربنا هيكمله عند استعلان مجيئه من محبته. لكن إيه اللي مش هيعرف يخليك تخش السماء؟ لو أنت عايش بأنانية، لو أنت مش عارف تسامح أو مش عايز تسامح، لو أنت البغضة مالية قلبك والسواد مالية قلبك. فبيقول إن كنتم تكملون الناموس الملوكي اللي هو حب قريبك كنفسك حسنا تفعلون. بعد كده يقول إيه؟ إن كنتم تحبون تفعلون خطية، من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. عشان يجاوب على الناس اللي هي بتقول إيه؟ إحنا أحسن من غيرنا، الحمد لله إحنا لا بنزني ولا بنسرق ولا بنقتل. يا أبونا أصل إحنا أنا بكذب، بس أنت الكذبة البسيطة يعني اللي هي ما تعملش مشاكل. أنا يعني بكلم واحدة كده بس، يعني لا ما فيش غلط من اللي في دماغك، يعني لا يعني عادي، يعني كلام عادي. أنا أصلي بروح أقعد مع أصحابي كده بس أنا مش بعمل زيهم، يعني أنا مش، لا هم يقولوا لي أشرب أو أعمل لكن أنا مش بعمل. يفتكر الواحد إن هو إيه؟ مجرد إن هو عمل كام وصية أو جاهد كام جهاد يبقى هو إيه؟ كده كويس. من عصر في واحدة فقد صار مجرما إيه؟ في الكل. يا لهوي، يعني احنا كده لما نقول يا احمق يبقى احنا كده كسرنا كل الناموس، كسرنا كل الناموس. وايه الدليل بقى اللي بيقول ايه؟ الايه جميله بحبها خالص، قال لان الذي قال لا تزني قال ايضا لا تقتل، فان لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا للناموس. يعني انت يا اللي بتدين واحده زنت، ما اللي قال لا تزني قال لا تكذب وقال لا تشهد بالزور، زيك زيها، انت حاسس نفسك احسن منها في، يعني زيك زيها، هي متعديه للناموس وانت متعدي للناموس، وانتوا الاثنين تنتظروا رحمه ربنا. بل بالعكس بقى، الزانيه دي عارفه انها خاطيه بتسبقنا للملكوت لما بتتوب. لكن المشكله بقى في اللي فاكرين نفسهم ايه كويسين واحسن من غيرهم، دول اللي مش هيقدموا توبه. الله احبني فبررني. يعني ايه بر المسيح؟ اقول لكم 4 أو 5 نقط مقارنه بين البر الذاتي وبر المسيح. يعني ايه بر ذاتي؟ يعني انا اعمل حاجه وافتكر اني انا بشطارتي عملتها، يعني انا اعمل حاجه وافتخر بنفسي كاني من مجهودي ومن قوتي انا بتفضل على ربنا. يعني انا اعمل حاجه وكاني بقوتي هدخل السماء، وطبعا دي فكرة من الشيطان لأنها بتهدم الخلاص، لأني لو كان البار بالجهد يخلص فالخاطئ أين يظهر؟ يعني لو كان البار بالجهد يخلص ليه المسيح اتجسد؟ ما كان قال لنا تعبوا وشدوا حيلكم يلا وأنا مستنيكم، يلا كل واحد يخلص نفسه بنفسه. ولو كان العذاب والألم بيمحي الخطية
كان ما كانش حد غلب، كان كل الناس قعدت تبكي وتندم وكانوا يلسعوا نفسهم بالنار زي ما الديانات التانية بتعمل، ويضربوا نفسهم ويجلدوا نفسهم عشان ايه؟ يخلوا خطيئتهم تغفر. ده انسان معتمد على بره ايه؟ الذاتي. والبر الذاتي ده يخلي الانسان ينتفخ. ومشكلة بقى ايه؟ في حاجة تانية، انه يخلي الانسان يزداد في الحرمان من الله والجوع. هو بيعمل بر ويكتر عشان يرضى عن نفسه، لانه دايما كل ما يزود بر ذاتي، عشان ربنا مش خالق البر الذاتي ده، ومش ده مش طبيعة الانسان، فيبدأ الانسان كل ما يزود الاعمال اللي هو حاسس نفسه ان هي ليه بالاعمال دي ليه بر، يحس ان هو منفصل عن ربنا، ويحس ان هو مقصر، ويحس ان هو مش عارف يرضي ربنا. لو صلى صلاتين يقول له لا لازم تصلي 5، لو صام اخر اسبوعين يقول له لا تصوم 55 يوم، ولو صام 55 يوم يقول له لا انت ما صمتش زي الناس اللي كانت بتصوم بعيش وملح. ويبدأ صوت الشيطان في دماغه كأنه صوت ايه؟ كأنه صوت الله. والشيطان عاوز يخليه يمشي في دايرة مفرغة من البر الذاتي عشان يخليه ينغلق حوالين نفسه. ولما يعمل الأعمال البر دي يلاقي مفيش نتيجة، والإحساس بتاعه من جوه بتاع الفراغ والتقصير ده مش مشبع، يروح يبدأ بقى إيه؟ يتصنع حاجات هو ما عملهاش عشان يكبر، ما هو مش عارف يكبر بإيه، فيروح يكذب على نفسه، فياخد شكر لحاجات ما تعبش فيها ويبقى فرحان، ياخد مديح لحاجات هو ما يستاهلهاش ويبقى فرحان. ومش بس كده، بدل ما بيعمل في الخفاء، لا مش مكفيه اللي في الخفاء، فيروح ايه؟ يبدا يتمنظر، ويبدا يدي قدام الناس، ويعلم قدام الناس، ويتكلم قدام الناس، زي ما قال كده المسيح عن الفريسيين: تعملون اعمالكم لكي ينظروها الناس. ده البر الذاتي اخره موت. امال ايه بر المسيح؟ بر المسيح هدية، نعمة، بركة من حب ربنا يديني هو البر. هو اسمه القدوس البار، وبره ده لا متناهي، ملوش نهاية. ولما بيحب حد بيديله بره، فالبر ده يكسو كساني رداء البر وثوب الخلاص. فالبر ده يروح يغطي الإنسان البايظ والفاسد ويصلحه ويبينه كويس. فعايز أوريكم إيه الفرق بين البر الذاتي وبر المسيح. أول حاجة في بر المسيح، إيه فرقه عن عملية الخلق؟ هل هو عملية خلق؟ هو عملية خلق، بس ممكن أقول عليها أعظم من الخلق. ليه؟ لأن ربنا لما خلق العالم، بس ركزوا معايا كويس، ربنا لما خلق العالم خلقه من لا شيء، صح؟ ودعا الأشياء التي غير موجودة كأنها موجودة. لكن التبرير، ربنا بيصلح حاجة فسدانة. فإن كان الخلق بدأ من الصفر، فالتبرير بيبدأ من تحت الصفر. فالتبرير ده عملية عظيمة جدا، إحنا مش متخيلين مدى عظمتها. دي أول حاجة. تاني شيء، إيه اللي يخلي التبرير ده أعظم من الخلق؟ إن الخلق ده بيكون شيء ليه نهاية، ليه عمر افتراضي وينتهي، لكن التبرير بيخلق إيه؟ حاجة لحياة أبدية لا تنتهي. البر بتاع الإنسان لو شفته قاضي في المحكمة حكم ببراءة متهم، إزاي بيحكم ببراءة متهم؟ بمزاجه؟ بمزاجه؟ أمال بإيه؟ أيوه بالقانون، في دليل على براءته، ويقول فلان ده عشان الحيثيات الفلانية حكمت المحكمة بمقتضى القانون الفلاني والقانون الفلاني ببراءة المتهم الفلاني.
ده قضاء بتاع العالم. لكن احنا خطيتنا محسوبة علينا وأمامنا كل حين. إزاي البر؟ إزاي في حد يقدر يبررني وأنا خطيتي معلنة أمام الملائكة؟ أخطأت يا أبي في السماوات وقدامك. إزاي؟ مين يبررني؟ ما عنديش حجة، إذ ليس لنا حجة ولا معذرة ولا دالة، ما عندناش. فإذا بر المسيح معناه ان هو بيجد مخرج للدينونة بتاعتي، ان هو يدان مكاني ويتحكم عليه بالموت مكاني عشان اطلع انا براء ووفي العدل الالهي. فالبر قمة الحب، قمة الحب ان الانسان ان ربنا يديني بره. يعني ما معناه انه لازم عشان يديني بره لازم ايه؟ هو اللي يدفع ثمن الغلط بتاعي. البر ده آخر حاجة، مش معناها إن الإنسان لا يعود يخطئ، لا، الإنسان اللي ربنا بيبرره بيفضل تحت الضعف وممكن يعود يخطئ، لكن يعود الله إيه؟ يبرره ويقول برضو ده ابني. وده اللي حصل، شفته يعني إبراهيم بيقول له يا ابني هو مرمي في الجحيم، بس إيه بقى؟ البنوة بتاعته خلاص كان ليها نهاية الفرصة، تمام الفرصة، وهو ما استفادش بيها. لكن احنا بقى طول ما احنا لسه عايشين في الارض، طول ما احنا بنتوب، طول ما احنا بنندم، ربنا بيدينا بره. النقطة الأخيرة اللي نسيتها، ان الفرق بين بري وبر المسيح، ان كل الأديان المختلفة عن المسيحية تقول ايه؟ اعمل عشان ربنا يرضى عليك، يا فلان اعمل كذا الله يرضى عليك، فانا بعمل عشان انال رضا الله. لكن احنا في المسيحية العكس، احنا الله احبني ورضى عني، فايه؟ فبالتالي بعمل لانه بيحبني، مش بعمل عشان يحبني. تاني، في فرق بين الاثنين، انا بعمل عشان انا مقبول، عشان انا محبوب. يعني البار ده يفرد نفسه كده على السرير وما يعملش حاجه، لا، يعمل، بس بيعمل بمنطلق غير منطلق الانسان التاني خالص اللي بيعمل بر ذاتي. واحد عارف ان الله بيحبه وقبله، وبالتالي بيعمل غير خالص اللي عايز ينال رضا الله. وعشان كده في القداس الغرغوري بنقول له اكملت ناموسك عني. يا سلام على الهديه دي، كل واحد يقيس نفسه قدام الناموس يلاقي نفسه عاجز ومقصر ومتعدي. لكن ايه رأيكم بقى في الانسان اللي عارف بر الله ويقول يا رب لساني خني النهارده يا رب واخطأت في الكلام، جسمي خني يا رب ونمت زيادة ما قمتش اصلي. وبالتالي ده انسان بقى مش اول ما يصلي صلاتين نوم وينتظم في الاعتراف يحس نفسه كده منتفخ، لا، هو دايما شايف نفسه مقصر، بس دايما شايف المسيح بيكمل تقصيره. هو ده بر المسيح. لكن بقى اللي بيعتمد على نفسه، ابونا انا الخطية دي مش عاملها تاني، وعد كلام رجال قبل كسر الكبرياء، ما يكملش اليوم ولا ما يكملش الاسبوع ودب يقع تاني وييأس. ما دي البر بتاع الشيطان، ده البر بتاع الذات، عشان يقول شفت قلت لك مش هتنفع، انت ما تجيش، فيش منك امل. لكن اللي يعرف ان ربنا بيحبه مهما عمل، سهل عليه التوبة، بيقوم يقول يا رب غطيني ببرك، يا رب انت اكملت ناموسك عني، انت يا رب جاهدت بدالي، انت يا رب صمت بدالي واعترفت بدالي وصليت بدالي وسامحت بدالي وغفرت بدالي وحبيت بدالي، وانا يا رب مش عارف وعاجز ومقصر، لكن انت يا رب ببرك تكملني. البر بتاع الله يكمل عجز الانسان، ويشوف الله الآب الإنسان التراب العاجز الفاسد الساقط، يشوفه إيه؟ قدوس، يشوفه بار، آسف كلمة قدوس، يشوفه قديس. قدوس دي بتاعت ربنا، يشوفه قديس، ما بس القداسة بتاعت ربنا، ما هي ربنا، هي ربنا، يشوف ابنه فيه. لو المفهوم ده دخل جواكم النهاردة واقتنعتوا بيه، حياتنا هتتغير.
طريقتنا في العبادة هتتغير، طريقتنا في التعامل مع الناس هتتغير. عشان كده ربنا النهاردة هو واقف قدام اليهود صعبان عليه من قساوة قلوبهم، ما قال له ما انتقمش منهم، ما دعاش عليهم، لم يلعنهم، لكن مد ايديه ليهم وقال لهم ايه؟ انا مش هشكوكم الى الاب. ده احنا اساتذة الشكوى. ليه؟ لان انا جاي ابرركم. ابن الانسان لم ياتي ليدين العالم بل ليخلص العالم. حتى في يوم الدينون يقول لهم ايه؟ انا مش هدينكم، الكلام الذي قلته هو يدينكم. قد كده يا رب انت عايز تبرر الانسان؟ قد كده يا رب انت عايز تديله فرصه يتغير وتكمله؟ يقول لهم انتوا ما بتفهموش، يقول لهم لا، ما يقولهمش انتوا ما بتفهموش، يقول لهم ايه؟ مش انتوا متمسكين بكتب؟ طب ايه رايكم؟ كتاب التوراه بيشهد عني، فتشوا الكتب التي تظنون انكم تجدوا ليها حياه وهي التي تشهد لي. انتوا بتحبوا اللي يتمنظر عليكم لو جه واحد باسمه وقال لكم انا فلان كنت قبلته، لكن انا ما جيتش باسمي، وجيت باسم ابي، وبرضه مش عايزين تسمعوني. ابي ده انتوا ما شفتوهوش ولا سمعتوا صوته. عارفين ليه؟ لان هو ارسلني، لو كنتوا امنتوا بيا كنتوا شفتوه وسمعتوا صوته. بس انا بكشف لكم ليست محبه الله فيكم، عشان كده مش عارفين تشوفوني، مش عارفين تؤمنوا بي. ربنا النهارده احبني فبررني. مين يامن ومين يصدق ومين يعيش في بر المسيح؟ ده سؤال متروك لكل واحد فينا. ادعوكم النهارده ان انتوا ترجعوا تقروا القرايات تاني، تتاملوا فيها تاني، لان الموضوع مستاهل، لان زي ما قلت لكم بناء عليه هيتحدد طريقه علاقتي بربنا الفتره اللي جايه. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.